فقرتنا اليوم مميزة وبنعرضها لكم لأول مرة في حلقتنا، وبالتحديد في استوديو ماجد في إكسبو دبي 2020. نتشرف اليوم بحضور أحد الأشخاص المميزين في إكسبو واللي كانت لها مشاركات وبصمات جميلة في إكسبو 2020 دبي. خلونا نرحب بياكم بصديقتنا غاية الأحبابي. أهلا وسهلا فيك غاية. أهلين، مرحبا بك غاية في استوديو ماجد في إكسبو دبي 2020. ودنا اليوم ندردش معك ونتعرف عليك أكثر، ومثل ما عرفنا مع افتتاح إكسبو دبي 2020 تم إصدار قصة خاتم عشاء وهي من تأليفك ما شاء الله. غاية، خبرينا عن شو تتكلم هذه القصة ومن وين استلهمتي أفكارك لهذه القصة المميزة. طبعا مرحبتين، وأنا تشرفت بوجودي هنا معاكم وشكرا للاستضافة شوق ومحمد. طبعا في البداية حابة أشكر مبادرة أقدر وبرنامج خليفة للتمكين بإشراف أستاذة هيا القاسم والدكتور إبراهيم الدبل. طبعا قصة عوشها تتكلم عن يعني عن شعار إكسبو 2020، يعني أنا استخدمت الخيال في أني أتخيل كيف لقى الشيخ محمد بن راشد المكتوب حفظه الله الخاتم، يعني هو هالشعار، وكيف خلوه يعني شعار إكسبو 2020. جميل جدا غاية، وبعد أنت من ضمن المتطوعين في سفارة الأمان التابعة لشرطة دبي، وكانت لك مشاركات مميزة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، فكيف كانت مشاركتك معهم؟ مشاركتي معهم طبعا في حقوق الإنسان، كلنا نعرف أن كل إنسان له حق، ففي هاليوم يعني إحنا لازم ننشر حقوقهم لأن في ناس ما يعرفون، وكلنا يعني بشر متساويين. في هذا اليوم عطوني الفرصة كسفيرة أمان أني أتكلم وأحاور الوزيرة حصة بحميد عن أهمية البيئة وتغيير المناخي. صديقتي غاية، أنت شعلة من النشاط ومميزة ما شاء الله عليك، خبرينا شو حابة تصيرين أو شو طموحاتك في المستقبل؟ طموحي في المستقبل إن شاء الله بني أصير وزيرة الثقافة والفنون، لأني أحب الفنون يعني، وأحب الرسم بالذات في مجال الفنون ومثقفة. صديقتنا غاية، شو النصيحة اللي ودك تقولينها متابعين عالم ماجد أو برنامج أو متابعين برنامج ماجد في إكسبو 2020 دبي؟ نصيحتي للأطفال الموجودين أو اللي قاعدين يتابعونا الحين أو أصدقائي من عالم ماجد، بأن دائما ما تحطون حدود لأحلامكم، شدوا على حيلكم ولا تحطون حدود لشيء، ولا تقولون لا أنا ما أقدر أسوي شيء وأنا ما أقدر أسوي شيء، كلكم تقدرون. وشكرا، استمتعنا بالحديث معك يا غاية، وشكرا لتلبية دعوتنا في استوديو ماجد. ونحن فخورين وسعيدين بإنجازاتك اللي سويتيها في إكسبو، نتريى نسمع منك إنجازات إن شاء الله في المستقبل، وشكرا يا غاية. إن شاء الله.